الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله يسترك. كل السنة وحضرتك طيب. اللهم آمين، وكل السنة وأنت بخير وجزاكم الله وعافية. خيرا. آمين يا رب. أؤمر يا شريف. الأمر لله وحده. هسأل بس عليك سؤال، أيهما أفضل، أيوه إن الواحد يصلي جماعة في المسجد الوقت بوقته، ولا يصلي بأهل بيته جماعة في البيت؟ أقول لك على حاجة نادرة اتفضل. ذكرها الإمام مالك في الموطأ، اتفضل. أن من الصحابة من كان يصلي بأهله ثم يذهب إلى المسجد فيصلي مرة أخرى مع المسلمين، وسأل هذا الصحابي أيهما أحسب صلاتي، فأجيب دعهما لله يختار لك أيهما شاء. فالواحد يصلي بأهله ويدرك الجماعة في المسجد حتى تعمر المساجد. بس أما إذا جينا للحكم الشرعي بتاع أولى ابتدائي، فأولى ابتدائي الراجل يروح الجامع، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها في المسجد الحي. هي تصلي في البيت لوحدها وهو يلحق بالرجال لوحدهم. أما اللي أنا قلته ده ابتداء، فدي مرتبة الشرف الأولى، أن تصلي بأهلك ثم تدرك المسلمين فتصلي معهم جماعة في المسجد، وما تقولش العشاء اللي أنا صليتها بالمدام هي العشاء المكتوبة عليا والتانية دي زيادة، وما تقولش العشاء اللي صليتها في المسجد هي الأساس المكتوبة واللي صليتها مع المدام نافلة. لا، سيبها لربنا يختار لك الأكمل والأروع والأتقى. ست منار من البحيرة. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ثانية وحضرتك طيب. كل ثانية وانت ست الدنيا والناس. الله يبارك لك يا دكتور. أنا سعيدة إن أنا بسمع صوتك الله والله. الله يزيدك سعادة بحق والله العظيم. وكل من يشاهدنا بنية أن يعرف دينه. والله وأنا زعلت جامد امبارح إن أنا ما شفتش حضرتك، بس أنا سعيدة جامد والله. إحنا ما كانش عندنا حلقة امبارح الحمد لله. امبارح والله. أيوه. أولنا النهاردة. طيب. تنك طيب يا رب يا دكتور. وإياك يا فندم. أنا سعيد إن أنا كلمت حضرتك، أنا بكلم حضرتك عشان أقول لك كل ثانية وحضرتك طيب. الله يجبر بخاطرك. الله يجبر بخاطرك وخاطر كل من يحبنا فيه سبحانه وتعالى. شكر الله لك. إحنا كلما جاءت سيرة المواريث وتذكرت قول الله تعالى: ومن يعص الله، شوفوا عدوا بقى، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، عمل ثلاث حاجات: عصى الله وكفاية يعصي ربنا، وعصى الرسول، ما هو من يطع الرسول فقد أطاع الله. مش ممكن واحد يعصي الله ويبقى مطيع للرسول، مستحيل يعني. ويتعدى حدوده، حدود ربنا في المواريث، يكتب لواحد دي اللي هتودي الدنيا كلها في داهيه، يكتب لواحد وبيع وشراء، ويكتب الشقه باسم المدام، وبعد عمر طويل المدام تتجوز واحد بيدور على واحده عندها شقه، وطلع عين عيال المرحوم. ويا ما شفنا مآسي. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، الجزاء: يدخله نارا خالدا فيها. دي ما تجيش الا مع الكفره، خالدا فيها، وله عذاب مهين، ما تجيش الا مع الكفره. شوف كان بيصلي وكان بيحج، وراح الحج مات في عرفه،
وظالم في المواريث، ولا حاجة ولا حاجة، يدخله نارا خالدا فيها. عملية خطيرة جدا. المواريث فيها كلمة من أغلى من الذهب يقولوها السادة العلماء، لم يتركها الله لملك كريم ولا لنبي مرسل، وإنما وزعها بنفسه. وفي سؤال كده على الهموشي، هل يجوز إطلاق النفس على الله؟ الإجابة نعم، لقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.